货物到港之前，我需要500万美元的保函，我要有足够的时间办理手续。مطلوب خطاب ضمان $5 مليون قبل وصول الشحنة بوقت كافي عشان يقدر يتمم الإجراءات. وماله حبيب قلبي؟ وماله تحت أمرك؟ أنت تأمره؟ ولا إيه يا باشا؟ No problem. أهم حاجة يا سيم باشا أعرف ميعاد دخول الشحنة بالظبط. شحنة إيه؟ ده كلام على ورق. الشحنة رايحة بلد تانية خالص. كده يبقى في كلام تاني خالص. يا عم ما إحنا لسه هنقعد مع بعض في العوامة وأنا عارفك بتحب العوامة. إيه اللي أنت لابسه ده؟ مش دول صينيين وفي صرص دلوقتي وبتاع؟ خليك في حالك والنبي عم محسن. قول لهم كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. تشويتي روشان ميو شماوانتي. المعلومات اللي سيادتك طلبتها اخليها بعدين؟ لا 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 لا، تعالوا تعالوا اقعدي. عدم المؤاخذه اخويا والنبي، قول لهم دقيقه واحده وهرجع اكلمهم تاني. تاكسي مدى ليه؟ جعفر مبروك الدور ومحمود شفيق البوراي، السن 27 سنة، ما كملوش تعليمهم، بيشتغلوا في النصب بس ما لهمش أي سبب. عزلهم من مكانهم القديم وجاري البحث عن مكان سكنهم الجديد. تمام يا باشا؟ تمام يا لؤي. نرجع للديل بتاعنا بقى. إيه يا إخوانا في إيه؟ صلوا على النبي. إيه؟ هو في الصين برضه في بص للمزز وبتاع؟ ومن زي تيجي تشوا؟ 还有什么事？货物被提后，请发信告诉我们付款的方式。 أول ما يحضروا الشحنة هيبعتوا لك جواب يقولوا لك فيه إزاي تدفع الفلوس. وماله حبيب قلبي؟ وماله ما فيش أي مشكلة؟ في حاجة تاني؟ تشوا خيوشمشر؟ 这是中国人的习惯，表示了合作的诚意。 ده بقى تقليد صيني إن اختلاط الدم بيدل على الإخلاص والوفاء. اختلاط دم؟ هتذبحونا ولا إيه؟ في إيه؟ لا أبدا، حاجة بسيطة، مد دي بس صباح حضرتك جرح بسيط أنت والسيد المدير. جرح؟ لا إيه الهبل اللي إحنا فيه؟ تقوم تفتح الباب. انا فتح اخر مره، افتح انت يا عم. افتح ما تبقاش بايخ يا عم، افتح انت خفيف. انا خفيف. عائشه اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي، منوره، اتفضلي. ايه كلمات؟ يا حول الله يا رب، يا شيخ فر الله ولا فالك. امال ايه اللي جابك؟ استنى بس لما تاخد نفسها الاول. انا جايه اقول لكم ما تهوبوش ناحيه بيتنا، في ناس جم سالوا عليكم ومراقبين المكان. والصندوق؟ ما تخافش. هو الصندوق ده فيه ايه؟ لا بعدين، احنا متشكرين قوي يا عيشه على اللي انت بتعملي معانا. انا بس اللي اشكرها، دي بنت خالنا. طيب بعد اذنكم بقى. إيه استني ما نوصلك في طريقنا. يا عم دي بنت خالنا، استني نوصلك في طريقنا. هو احنا مش طريقنا واحد؟ اه خلاص يلا نوصلك في طريقنا. يلا انا برضو اللي هوصلك. يا جعفر ما تكبرهاش، ما فيهاش حاجه. جعفر يا جعفر، ما تبقاش سريع في كل تصرفاتك. لازم نسيب البلد ونطير يا حوده. على فين يا عم الهدهد؟ اي بلد هاديه. نروح فين مثلا؟ نروح العراق. امريكا مش هتسيبنا في حالنا. خلاص نروح افغانستان. برضه امريكا مش هتسيبنا في حالنا. حيرتني معاك، امال نروح فين؟ اقول لك على حاجه. اه نروح امريكا. كوريا الشماليه مش هتسيبنا في حالنا. خلاص نسلم نفسنا لعبد المجنون ونخلص. او نتوب يا حوده. تعمل انت؟ هات لي شيشه حسن. ماشي يا حوده. نتوب ليه يا ابني؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ بص على التلفزيون يا جعفر وانت تشوف النصب على الرسول. دي العراق نفسها اتاخدت بالنصب يا جدع. مش احنا شويه فهلوه على تفتيح مخ بنكسب 10 بواكي في 3 ايام؟ احمد ربنا يا جعفر. احنا بنكسب اه، بس عشان ما بنتعبش بالفلوس بنصرفها من غير ما نحس يا حوده. بص يا جعفر، احنا لازم كام شغلانه في السريع كده ونهرب لغايه ما الجو يهدى. هتعمل ايه يعني؟ بكره تشوف. والتاكيد لهم ان قوات التحالف تعتزم فعلا السيطره على المدينه. فحكومه الحرب البريطانيه اجتمعت اليوم مشددا، بل انها اصبحت تهم الاعلاميين بالقدر نفسه، حتى ان الكاميرا تسبق هؤلاء مجرم، ان كان حكام في واشنطن ولندن، وان كان من هؤلاء العلوج الذين يرضون بهذه المهمه القذره. لا والله الشقه تمام 100 100. طب احنا هناخد الشقه دي شهر بقى نشوف ادامها علينا. وانا تحت امرك يا سعاده الباشا. الله يحفظك. بقول لك ايه؟ طيب امسك المفتاح ده وانا هوصل مع الراجل الطيب ده ندي العقد ونيجي. ها؟ اتكل على الله. اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج مهند.
نص ساعة. يا دي لسه طازة. ربنا يوفقنا. وناوي تزرعها ايه؟ رز وبسلة. ده على الغدا ان شاء الله؟ يعني ناكل لقمة مع بعض كده. همتكم معانا يا رجالة. شاكرين يا اسطى. خدنا يا باشا. خدنا يا باشا. نتشرف البلد وترفع راسنا فوق. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوك ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك. اسمك ايه يا عويس؟ عشان واحدة مش هتحول. لا انت خليت ديك بق. حسن حسين. حسن. اسامة هاني. انا شاكك في اسمك. صابر رسلان. يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا. سمي وانت داخل. وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ. والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس. عمار يا ليبيا. نورين الجماهيرية. يا هلا يا هلا والله. يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي.
باجي عليها كتير. طرابلس فاضل عليها 18 يوم، طرابلس دي فلابيا. ما احنا عارفين.